تلاقيه، في الدراما تلاقيه، في السينما تلاقيه. انا مش عارفه اقول عليه ايه، اخلاقه عاليه، راقي، محترم، جميل. الفنان القدير، الفنان القدير المنتظر. سعيد دخل على قريب وقال له الحق ابوك جات له جلطة في المخ. رد قريب وقال له والمخ ده جاله منين؟ عبقري والله، عبقري عبقري بكل المقاييس والله العظيم. حسنين ومحمدين راحوا امريكا. شوف انت بقى لما حسن ومحمد يروحوا امريكا. حسنين ومحمدين سكنوا في عمارة في الدور 120. اصله بيشتغل البواب بتاع العمارة فيغني تحت واي حد ينزل سبب بتاعه. اتفضل يا باشا. حسنين ومحمدين روحوا له الاسانسير عطلان. بعد ما طلعوا الدور الاول طلعوا الثاني. تاني ايه؟ بعد ما طلعوا الثاني طلعوا الثالث. بعد ما طلعوا الثالث طلعوا الرابع. لا حل لا حل، استنى لا حل. بعد ما طلعوا الرابع طلعوا الخامس. ده شرخ الموقف، خرج من ايدي والله. اتاريهم بعد ما طلعوا الخامس طلعوا السادس. شلولة بعديها طلعوا السابع يا باشا. ثم الثامن بعده التاسع. ايوه العاشر. عندكم وقت؟ انا عندي عبده ثانيه فيها عمارتين اطول من دي. بقول لك ايه؟ نط السلالم عشان نمتك تعدي، بس ده اللي انا عايزه. بس بعد ما طلعوا العاشر نزلوا التاسع. يا عم نط لفوق مش لتحت، مالك في ايه يا شلاوله اللي جرالك؟ وصلوا للدور 119. الحمد لله وصلنا. حسنين قال لمحمدين في خبرين، واحد حلو والتاني وحش. قال له قول لي الحلو في الاول. قال له فاضل لنا دور ونوصل شقتنا. قال له الخبر الوحش. قال له العماره دي مش بتاعتنا. ست عجوزة لقيت خاتم سليمان دعكت وطلع لها العفريت. قال لها شو بيكي لبيكي تطلبي ايه؟ قالت له عايزة اصغر في السن. خلاها 40 سنة ما عجبهاش، 30 ما عجبهاش، 20 ما عجبهاش، 10 ما عجبهاش. خلى عندها 4 سنين جات لها الحصبة ماتت. بيقول لك الست تحب في حياتها 4 حيوانات. ايه هم يا ريس؟ التعبان بتعمله جزمه وشنطه. والتمساح بتركبه مرسيدس. والثعلب بتعمله فرو وتحطه على كتفها. طب والرابع؟ الحمار اللي بيجيب لها كل الحاجات دي. ما انت جايب لمراتك كل ده. احمد وعمر دخلوا السيما. احمد قال لعمر تراهني اضرب الراجل اللي قاعد قدامي على قفاه.
عمك. احمد قام ضرب الراجل اللي قاعد قدامه على قفاه وقال له ازيك يا حامد. الراجل قال له انا مش حامد. قال له غريبة مع ان قفاك بيشبه قفا حامد. قال له بس انا مش حامد. احمد قال للراجل سوري. اصله غناها في لندن عاصمة تونس فمتأثر باللغات يعني. فضل فضل يا باشا. ما شاء الله ربنا. بعد ما قال له سوري 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 ايوه احمد حس بالرهاب من عمر وقال له تراهني لي تاني مرة اضرب الراجل هو هو على قفاه. قال له رحمك. احمد قام ضرب الراجل على قفاه وقال له انا عارفك يا حامد طول عمرك يا حامد تقول ان انت مش حامد بس انت حامد يا حامد. الراجل قال له عليا الطلاق بالتلاتة انا مش حامد. احمد قال للراجل سوري سوري. عمر وقال له تراهني لثالث مرة اضرب الراجل هو هو على قفاه. قال له رهنك. احمد قام ضرب الراجل على قفاه وقال له وريني بطاقتك انت اكيد حامد. الراجل قال الله يعين على ابو حامد لابو اللي جابه حامد وسابهم وقعد بعيد. احمد كسب الرهان من عمر وقال له تراهني اروح وراه واضربه على قفاه. قال له رهنك. احمد قام ورا الراجل ضربه على قفاه وقال له بقى انت قاعد هنا يا حامد وسيبني اضرب في الراجل اللي قاعد هنا. يعني مثلا منتصر بالله ده انا عرفت انه مسيحي لما عزمني في فرح بنته. لكن كان بيعزمنا في رمضان وبيذبح في العيد وبيعزمنا في رمضان على الفطار وما بيفطرش. انت واخد بالك؟ يعني ما يعني مش فاطر يعني بيفطر. مصطفى الله يا ربنا يصبر ولاده ومراته انهم موجودين كويسين وما اقدرش اوقفهم من كده. بيا في حياتك يا منتصر. Let me.